أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة Sadaqat Allahul Aliyyul Azim.